so beautifully made. You know, it's the integrated in the old town, in the setting of an old Arabic traditional town with the rocks and the walls. So we really enjoy and love it. عم بحافظ على كثير اشياء منه انه قدرنا نحافظ على الاشياء اللي كانت بالبيت مثل البير، بير 170 كوب كان يعطي كل الحاره لهلا شغال وعم نحاول نستفيد منه للعماره نفسها، في عندك نمليه اللي على وقتنا كان يعني على وقت اهالينا كان في نمليه لهلا موجوده، فبتشوف اشياء هيك نكشات في البيت لسه محافظ عليها.